في خطأ كتير كبير بخطط الاندماج اللي كانت سابقاً. ليست مهمة الدولة أن تحقق أحلام الأفراد. دعنا لا نحمل اللوم للمهاجر أو اللاجئ. أنت تجبرهم على أن يعيشوا في مجتمع موازن. العنصرية هي ليست لفظ، هي مشكلة. إن لدينا في ألمانيا دولة قانون. أين مسؤولية الجالية العربية؟ ما تربيناش على مبدأ أنه كشعب عنا الحق في الحياة السياسية. هؤلاء هم محميون بشكل مؤقت فقط. كلام غير صحيح. والعد التنازلي يبدأ الآن. إذن تعرفنا على أمل الدور. أمل، وصلتي كان عمرك 2 كلاجئة، أهلك لجأوا إلى ألمانيا من لبنان، واليوم تقولين أنا مواطنة ألمانية. تعتبري حالك، دائما السؤال بيسألوك إياه، تعتبري حالك مندمجة؟ طبعا الاندماج انتغراسيون انا ما مرأت فيه اصلا. Ich habe mich hinein in die Gesellschaft gelebt. Ich bin hier aufgewachsen gleich in die Gesellschaft. انا ما كتير الانتغراسيون ما مرأت علي. أول ما بتذكر الانتغراسيون بال 2015 أكثر شيء انتغراسيون 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 للاجئين اللي أجوا هون. هيك إنه الانتغراسيون ما خطر على بالي يوم من الأيام إنه أنا إيه قال أخ متاتسو. نه جيت عمري 2 ما كنت بعرف بحكي أصلا. دغري فتت على المجتمع مع فريند فان دويتش. ما أصدقائي كانوا هو منيح تحكي ألماني بس اليوم بالحلقة خليكي بالعربي لأنه الترجمة رح يقول لي عرفتي بس كرمال هيك. ليه قررت تترشحي؟ قررت اترشح اول شيء انا عم بترشح للاس بي دي، والاس بي دي معروفه في ايغه فيلت اوفنهايت، معروفه في ايغه فيلفلتيكايت، معروفه في التنوع كل كنوع والتعدديه حسب ما المعروف بعد بينتقد كنوع. بس انت ليه قررت؟ انا قررت اترشح. انا صار معي حادثه صغيره بالجامعه عطتني بعد أكثر القوة لحتى أقول أنا حب أغير شيء، خاصة للبنت المحجبة على اللي صار معي، السيتواسيون اللي صارت معي، الحالي اللي صارت كنا لخلتني كمان أني أترشح. كنت بالجامعة كنت عم بدرس سوسيال أبايت علوم اجتماعية كنا، وكنت برابع زمستر. رحت عند حدا بروفيسور صغير بالعمر، فتت لعنده لاخذ الموضوع للهاوس ابايت، طلع فيي على الباب قال لي كفتوخ حجاب. انا اسمعنا اوكي مرقيها خير يا امل، بدك بس انت الموضوع وتفلي. قال لي مسلمه من وين؟ قلت له من لبنان. في شغلتين قال لي يوم ما حب يقولون كمان، يعني شيء بالاحزاب ما بحب يفوت فيه ابدا. قعدت صعب علي الموضوع كثير، يعني بده بأي طريقة ما يخليني أنا أنجح. لما أعطاني الموضوع ما لقيت لكتورة، يعني حتى هون الموضوع كان مصادر إيه بس إيه كنا، وكان الموضوع بيختص ببالين، يعني إنه عن الشباب العرب اللي الكريميناليتيت عندهم والنقطة جريمة كنا، وشو الوقت شو بيقدر يعمل الواحد. ما كان كتير صعب علي. غيرت الموضوع. وين المشكلة؟ غيرت الموضوع. قال لك خدي هالموضوع وقال لك شاركي. أبا بنظرة لاتشوس ولا عرفت كيف، ودغري حكم علي دغري ومسلمة ولبنانية ونظرة له للحجاب ما كانت حلوة. هل كان هيدا شعورك ولا كان واقع؟ لا واضح. شعرت بالعنصرية طبعا يعني. طبعا حاولت اتواصل معه على الايميل، حاولت اتواصل معه تليفونش، رحت بيرسونليك لحتى اقول له بدي غير الموضوع انه ساعدني اعطيني موضوع ثاني، ما كان يرد علي. هذه القصة اثرت فيك وقلتي لازم انا شارك ولازم انا غير. نعم هو خلاني اسقط لما انا غيرت الموضوع. هو حطني انا كنال هاد انا فنفا باست، اعطاكي خمس يعني سقطتي. يا هو عارف انا هذا اخر فرصه لإلي. نجحتي بعدين هو اكيد. نعم هو اكيد انه نعم هو اكيد هو عمل شغله ما عمل شيء غلط، بس دائما الواحد بيشعر مع الطالب، يعني بمري عرفت كيف بيقول لي اوكي راح اعطيك بعد اسبوع بغير لك الموضوع بخلال اسبوع، بس لا ما تخرجتي وما اخذتي الشهاده. ما اخذت الشهاده ورحت على البيت وانت تعرف ني بي لازم تصير على ابيت ستوديان. أنا وقتها كنت صغيرة ما عملت شيء لحد رحت لم يعد ما بقى بحلك لأنه مرتين ما سجلت، وثالث مرة كانت المرحلة الأخيرة اللي عندك. وهيدي أثرت عليك طبعا. اليوم تخرجتي بأي شيء ثاني؟ لا لأنه بعد اليوم أنا مأثرة فيه، لأنه أنا هيدا الشيء اللي كنت بدي أدرسه وبدي أشتغل باليوغنت أمت
وهذا حلمي كان خلص هذا حلمي. بس هو دمر لي اياه. الجامعة في ألمانيا في أماكن أنتي ديسكريمينيونغستيلة كنت صغيرة ما كنت بعدني يعني أنا في أماكن تروح تشتكي إذا واجهت عنصرية ما عملت شيء بس هلأ صار معي شيء وهلأ اشتكيت على العنصرية اللي صارت معي الحمد لله ناس من الأحزاب المتطرفة اليمنية يمينية يعني قصدك حزب البديل من أجل ألمانيا. هلا هو إذا بقول له لأله بيقول هو لا أكيد يعني أنا دايما ضم لنا للنقاش لنسمع القصة أكثر. تحدثي عن تجربتك الشخصية اللي عم تقولي أنت عشتيها وتجربة طبعا ألمت فيكي، مع ذلك قررتي أنك تترشحي وتكوني جزء من الانتخابات البلدية. غنيش بخينة، شو تعليقك على اللي عشته؟ Ach, das ist schwer zu kommentieren. يعني من الصعب أن أعلق على هذا الموضوع. كل شخص يتعرض لظلم هذا لا يكون صحيح. أنا لا أستطيع أن أضع نفسي مكانها. أنا أعرف لا أعرف الطرف الآخر وبالتالي لا أستطيع أن أحكم دون أن يكون لدي نظرة موضوعية. ولكن أريد أن أقول شيء آخر. إذا اسمح لي أن أقاطعك، إذا قلت بأنك لا تعرف الجهتين، ولكن سأعرض عليك أيضا الآن حالة لتعرف الجهتين ومتشوق لأعرف رأيك. أمل الدور ترشحت في عن المجلس البلدي وزميلك في الحزب علق عليها من خلال الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومرشحه شولتز يقولون بوضوح مستقبلنا ومستقبل زوجاتنا وبناتنا. نعم أنا لا أجد هذا الأمر سيء. لدي الانطباع بأنك بس سؤال finde ich persönlich nicht schlimm. لماذا؟ لم أتوقع غير ذلك. أريد أن أقول ذلك، عندما تذهب للعمل في السياسي لا يجب أن تكون لينا، يجب أن تتوقع أن النقاش يكون حاد. وأحد المواضيع الأساسية في ألمانيا هي أسلمت ألمانيا، ومثل هذه الصور يعني تكون دافعا للنقاش السياسي. هذا أمل مشروع، هو لم يعرضك شخصيا. نعم لقد فعلها بطريقة ذكية ما كتبه بحد ذاته لم يكن إهانة، لكنه فتح المجال لآخرين كي يوجهوا للإهانة. يعني هو ما أنا كنت رحت عند البوليس أكيد، يعني هو عملها بطريقة ما هني، يعني هو مثل كأنه هو الأبفة، عرفت كيف؟ أنه شو عم بيصير، رح يصير بنسواننا، شو رح يصير بزوجاتنا، وما بعرف شو، مثل كأنه الدمار عم بيصير، أنه فيلت أونتاغانغ سيناريو، عرفت كيف؟ تحريض واللعب على المشاعر. بس انا بدي اعرف شو عمل فيكي هذا الامر. خلى الاشخاص التانيين يعني اللي عمله هو اللي عمله غيره كمان كثير مؤذي. بس انا لإلي اوكي، هو يمكن هن مفكرين انه هذا الشيء اذاني لإلي، انه انا هلا انا ما بعرف بدي يمكن سحب الانتخابات او عم بيانجشتت رزو. اكيد لا، أبا تخطتم هيدا التحريض ابدا ما حلو، خاصه بوقت الانتخابات، عرفت كيف؟ اللي مكتوب هون البعض بيقول هو حرية رأي وتعبير موجودة في الحالة الانتخابية، البعض الآخر يقول بأنه بهذا يقول بأنه يستثنيك، يعني بيقول أنه أنت لست جزء من هذا المجتمع حسب أيضا تفسير. شو اللي أدى هذه الصورة؟ هل أدت إلى المزيد من التحريض ضدك، من الكراهية ضدك؟ هل واجهت كراهية، تحريض، الرفض؟ صراحة بس منهم أنه الحمد لله أنه ما في إلا جزء صغير اللي تابع لهم اللي عندهم هيدا التحريض، بس الأكترية يعني أنا بحزب كثير منفتح لكل الأديان ولا يقال بيها هيكون ما عندهم أبدا مشكلة. والإثبات أنه أنا ترشحت أنه لهيدا الحزب، حتى الأحزاب الثانية كمان، أنه السيد طارق بيعرف هيدا شيء كثير منيح، بس هن اللي عندهم مشكلة. بس تعرف أستاذ جعفر بدي لك شغلة، بس مشكلتهم الإسلام لأنه حضرته بيو بولوني من أوس بول، حضرته زميلنا وغيره كمان كنت عندك استضافت. تقول لنا مشكلته الإسلام طبعاً. شو ردك؟
هذه ليست مشكلتي. ما هي مهمة السياسة؟ هي يعني الدفاع عن مصالح وعن قناعة في مجتمعنا. لأسباب تطورات مختلفة في السنوات الأخيرة هناك خوف من أسلمة المجتمع، ومهمتنا كساسة أن ندافع عن مصلحة الشعب، ونحن نعبر عن هذه المصلحة، لا نرضى بأسلمة المجتمع. أنتم من يثير هذه المخاوف، أنتم من يثير هذه المخاوف في المجتمع. أنا لم ألتقي بأحد يخاف من أن تتم أسلمة ألمانيا. متى؟ أين؟ كيف؟ السيد بزاتسكي يقول أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يريد أسلمة ألمانيا، يريد أن تعتمر النساء الحجاب، لأن امرأة قررت بمفردها أن تعتمر الحجاب، وأنت تفعل وكأن ألمانيا يعني ستأسلم، وأن في ألمانيا وكأن حزبنا يدعم أن تجبر المرأة على ارتداء الحجاب، وهذا هو التحريض في الحقيقة وتحريض على الكراهية. من ناحية نلاحظ في هذا النقاش أن ليس كل المجتمع حاضر. أين هم الذين ينادون الله أكبر ويقتلوا الناس؟ قبل أسبوع طعن أفغاني شخص في برلين. أنت تعممي. هل هذا حقيقة؟ هل أنت جاد؟ أنا حتى لا أتقن لغتي الأم. اللغة العربية. أنا لا يمكنني التعبير جيدا باللغة العربية وأنت تقول بأنني أقف هناك وأنادي الله أكبر. أنا حتى لا أتردد كثيرا على المسجد، ولكن أريد أن أقول إن هذا قراري سواء فعلت ذلك أم لا. أنا أرتدي هذا الحجاب بقناعة ذاتية، هذا قراري، وأنتم تحرضون في الإنترنت، تثيرون الحقد حتى يأتي يوم وأتراجع وأسحب ترشحي. هذا ما تفعلونه، ثم أنسحب من الحياة العامة، وهذا ما تهدفون إليه، أن أحمل حقيبتي وأعود إلى لبنان. هل تريدين فقط أن تتحدثي لوحدك؟ أنت مواطنة ألمانية، أهلا وسهلا بك، لديك كل الحقوق مثل كل الألمان، وأنا لا أقرر إن كنت ترتدين الحجاب أم لا، ولا أشجب ذلك. أقول أن هناك ناس في ألمانيا يخشون أسلمة المجتمع، ولكن أنتم تعممون هذه التخوفات. خلينا ندخل بعد الأرقام، أريد أن أدخل بعد الأرقام والحقائق. تتحدث عن الاعتداءات التي تحدث، من هم المشتبه بهم في الجرائم التي شاهدتها ألمانيا؟ إذا نطلع بال2020 و2019 إجمالي عدد المشتبه بهم هم أكثر من 1.8 مليون، من بينهم المشتبه بهم من غير الألمان في 29% حوالي، من بينهم المشتبه بهم من اللاجئين وطالبي اللجوء هو 7.3%، حتى ندخل بس بعد الأرقام. أيضا ألمانيا تشهد ارتفاعا في نسب جرائم التطرف. في 2020 تم تسجيل أكثر من 2700 جرائم عنف تصنف كجرائم تطرف بزيادة قدرها 16% من عام 2019. اليمين المتطرف في 37%، إيديولوجيات أجنبية 2.9، إيديولوجيات دينية إسلامية 1.2، لا تنطبق عليها تصنيفات أعلاها 12.4، واليسار المتطرف. هل أيضا تتحدث وترفض الاعتداءات التي تحدث من اليمين المتطرف؟ بطبيعة الحال كل نوع من التطرف لا يجب أن يكون موجود في دولة ديمقراطية، ويجب محاربته أي شكل من أشكال التطرف، كان يمينيا أو يساريا أو الديني. أقول بشكل واضح، مثلا الإيدنتيتيري بيفيغونج اللي هي مصنفة من قبل الفرفاسونج شوتس كغيشتس إكستريميستس ترفضها أيضا. نعود إلى موضوع جهاز الأمن الداخلي. إذا كان هناك منظمة تختار، اعذرني على المقاطعة، ولكن أريد أن أفهم لماذا تختار ما يليق لك؟ إما هناك قانون ويتم إتباعه والوثوق به، ولكن تختار إذا كان الأمر يتعلق باليمين المتطرف كالإيدنتيتيري بيفيغونج وهي مصنفة غيكس إكستريميسم، بتزيح من السؤال، بتغير الجواب. لماذا؟
حسب الفافاسنغشوتس هي راديكالية. أنا لا أتجنب السؤال، إنما أقول هناك جهاز يتحرك على أساس سياسي وليس على أساس مهمته الأمنية. رئيس الجهاز أقصي. نحن أجهزة ملاحقة الجريمة لدينا مهمتها أن تلاحق وتكافح ضد التطرف، أما الجهات الأمنية فهي تحدد إذا كان هذه الجهة متطرفة أم لا، وأحيانا يكون هناك خطأ في هذه التقدير. هل تجد أن هذه الحركة متطرفة؟ أنا لا أعرف أحد من هذه الحركة. هنا أحد الأشخاص في برلين تعرفه، أعرف تورسن فايس، ولكن هن يعني لا يمكن أن تكون عضو تنتمي لفكرة ما. نعطي أمثلة. أيضا موظف سابق لديك كان أيضا جزء من الإيدنتيتير بيفيغون، هل تعرف من توظف؟ كان هناك تهمة وانتهت هذه التهمة في المحكمة وهو برئ في المحكمة. من تعرف من هي الإيدنتيتير بيفيغون؟ يا تشيلي فايس ايش دي اي بي اس. ما هلا عم تقول انك ما بتعرف. لا also أنا أعرف هذه الحركة من التقارير الصحفية، ولكن لا أعرف هذا الشخص وهو ينتمي إلى هذه الحركة وأعرف أهدافه. الأمر سيان بالنسبة لي، أنا أمثل موقف حزب البديل لأجل ألمانيا الذي يرفض أي شكل من أشكال التطرف. التطرف هو سعي لكسر سلطة الدولة بالعنف. حتى تحدثت بأنك تقول لا تريد أن تتحدث بال الأسود والأبيض. عندما تحدثت وذكرت لماذا ترفض الإسلام وهذا رأيك، قلت بأن إنه العالم بتقول الله أكبر، ولكن إذا بشوف أنا الأرقام من إيديولوجيات دينية إسلامية 1.1%، لماذا لم تذكر بأن هناك اليسار المتطرف، اليمين المتطرف، إيديولوجيات أجنبية وأيضا طبعا إيديولوجيات دينية إسلامية؟ لماذا دائما لماذا تركز فقط على الإسلام؟ نحن لا نتحدث فقط عن الإسلام. في البرلمان الألماني طالبنا قبل 9 أشهر بمنع مجموعة يسارية متطرفة، وحزبك حتى رفض ذلك، كل الأحزاب رفض ذلك. وزير الداخلية منع هذه المجموعة قبل أشهر قليلة. إذن نحن نرفض أي أنواع تطرف. أريد أن أدخل أيضا المزيد من الأرقام والإحصائيات المتوفرة. هل ينتمي الإسلام إلى ألمانيا؟ تحدثنا عن هذا الأمر وكان في دراسة عن هذا الأمر نراها الآن على الشاشة. وافق بشكل مطلق 5%، 45% وهي النسبة الأعلى، الإسلام لا ينتمي مطلقا إلى ألمانيا. 44% قالوا فقط بأشكاله السلمية وليس الجماعات الراديكالية، و6 قالوا لم أقرر. شو ردك؟ أنا لإلي أنا الإسلام أكيد ist ein Teil Deutschland gehört auch dazu ist klar هنا أكيد من رأي تاني طبعا بس أنا إيه أكيد لأن مثل ما نحنا الانتجراسيون ist beidseitig ولما الانتجراسيون بيمشي حالة والاثنين بيفتحوا بوابون dann مثلا إسلام ومسيحية ما هيك إذا اثنيناتهم بيفتحوا بوابون وبتمشي الانتجراسيون أوتوماتيش بيصير الإسلام جزء من ألمانيا أوتوماتيش. لماذا لا أنت لإلك الإسلام ليس جزء من ألمانيا؟ سأجيب فورا، ولكن أريد أن أصحح شيء. لأنك تضع حجاب فهذا لا يعني أنها لا تنتمي لألمانيا، هي مواطنة ألمانية تحمل الجنسية الألمانية، كل مسلم ينتمي إلى ألمانيا. أما الإسلام ككل فلا ليس جزءا من ألمانيا. اذهب إلى أي متحف ألماني وأرني أي تقليد، أي شيء له علاقة بالإسلام، ستجد شيء له علاقة بالمسيحية ولكن ليس بالإسلام. لا يوجد ثقافة إسلامية في ألمانيا، المسلمين ينتمون لألمانيا ولكن ليس الإسلام.
هذا يعني أنه بحصولي على الجنسية الألمانية فإنه لا يمكن أن أكون إسلاموية، أي لست متطرفة. هل فهمتك بشكل صحيح؟ عندها أكون لطيفة ومندمجة بشكل جيد. يعني مستوى النقاش أصبح متدني. ما هو هدفك؟ إذا كان هدفك يعني كسر سطوة الدولة الألمانية فأنت متطرفة بغض النظر أكنت متطرفة إسلاميا أم لا. لكن ماذا عن التحريض الذي مارسه البعض منكم في الإنترنت؟ ماذا يعني؟ إنه يدور حول الحجاب. هو مثال واحد. هذا يكفي. لأنه جاء مباشرة من قيادي بالحزب. هل هذا مقبول؟ هذا كان مقبول لأنه نقاش سياسي عاطفي. أنا مصدومة. يوضح رأي حزب البديل من أجل ألمانيا. أولاً إقصاؤها واعتبارها ليس جزء من المجتمع من خلال برامج التواصل الاجتماعي فقط لأنها ترتدي الحجاب وكتابة مثل هذا التعليق الذي يهيج المشاعر هو أمر تحريضي. النقطة الثانية، أتمنى منه أن يقول بأن أيضاً اليمين المتطرف لا ينتمي إلى ألمانيا ويجب سحب الجنسية الألمانية من اليمين المتطرف مثل ما يقول هذا عن المسلمين. لماذا يتوجه الحديث دائماً إلى الإسلام؟ ولماذا تستعمل ورقة الإسلام والمهاجرين في فترة الانتخابات من هذا الحزب؟ ردك على طارق. لربما لا أعبر عن رأيي بشكل واضح. قلت 3 مرات أمامي شخص يرتدي الحجاب يحمل جنسية الألمانية وأنا لا أستثنيها. يمكن أن أسلمكم ذلك خطياً، ولا ده إسلام. ما معنى أن ينتمي الإسلام إلى ألمانيا؟ طبعا ينتمي لألمانيا لأن كثير من الناس يعتنقون الإسلام في ألمانيا، وبالتالي هؤلاء الناس يعيشون هنا يمارسون معتقدهم الديني وبالتالي ينتمون إلى المجتمع. في البعض يرفض وفي البعض يتقبل التعدد والاختلاف. أريد أن أشكرك أنيكا لوجودك اليوم معنا ومشاركتك في هذا الحوار، والآن أريد أن أنتقل إلى مظاهرة موجودة من أجل التعدد والاختلاف في المجتمع الألماني. ما هي المطالب لدى المتظاهرين والمتظاهرات في برلين؟ أنا الآن موجود في برلين وهناك مظاهرة في شوارع برلين تدعو للاختلاف والتعدد. أريد أن أسأل المتظاهرين والمتظاهرات ما هي مطالبهم. Sie schreiben Wahlrecht für alle. Wer sind alle? Alle Menschen, die ab 16 Jahre und alle Menschen, die hier in dem Land leben, die sollen alle ein Wahlrecht bekommen. ليه موجود اليوم هون؟ موجود عشان الظاهر زي ما انت شايف لم شمل العائلات، خاصة العائلات اللي متواجدة من فترة طويلة يعني في ألمانيا. حابب يحكي معنا اليوم يطلع يقول ليه موجودين انتوا اليوم هون؟ شو السبب؟ اليوم ليه موجودة هون؟ موجودة حتى كل الناس تعرف انه في حدا ضد هذا القرار وانه هذا القرار ظالم، وبدي اعبر عن خيبة املي تجاه القانون الالماني اللي وصل القوانين حكايات انه توصل لهي المرحلة. Die AfD sagt, es ist ja eine demokratisch gewählte Partei. Ne? Leute wollen sie wählen. Was haben Sie dagegen? Ja, das mag sein, aber die Werte, für die AfD eintritt, die lassen sich für mich nicht mit Demokratie verbinden, auch wenn sie natürlich demokratisch gewählt ist. Dann كنت في هذه المظاهرة واستمعت إلى آراء مختلفة، وأنت أيضاً كنت في هذه المظاهرة ودعوتك لتشاركي اليوم معنا في الحوار. شو أهم شغلة أنت اليوم بدك تقوليها؟
بدي أعلق على موضوع الحجاب اللي دائما لما بيكون في امرأة مسلمة ويتم تجاهل كل شيء بتمثله هاي المرأة المسلمة كشخص ويتم التركيز على موضوع الحجاب نفسه، وبتدخل الامرأة مثلا مثل السيدة اللي بدها تترشح للانتخابات بتدخل محملة بكل الصور النمطية السلبية وكل الحكي اللي انحكى اللي فيه كتير عدائية وكل البروباغندا اللي انحكت ضد الحجاب، وبتضطر أول شيء تدافع عن نفسها، بيحطوها بموقف دفاع وبالتالي بتكون عاجزة عن تعبر عن نفسها بشكل كامل. لكن أيضا في بعض القوانين على المرأة المحجبة، هي جزء من هذه القوانين، مثلا أنه رب العمل يستطيع أن يقرر حسب القانون الأخير إذا أراد أنه يوظف امرأة محجبة أم لا، لأنها تعبر حسب ما يقول البعض عن رمز ديني، ويريد أن يكون هناك حياد في العمل ولا أعرف ديانتك من خلال الرموز، لأنه هذا مش بس للمرأة المحجبة، أيضا لأي ديانة أخرى ما يكون في تعبير عن هذا الأمر. لما لا؟ هلأ أول شيء أنت عم تشرعين للأشخاص أنه هن يكونوا عنصريين، لما بيكون في هيك قرار معناته بيكون الشخص اللي عنصري حاز أنه it's okay أنه يكون عنصري، لا بأس. هي أولا. ثانيا موضوع الرموز نفسه اللي بنلعب عليه، أول شيء هو الحياد، مين اللي بيقرر شو هو الحياد؟ هذا قرار المحكمة الأوروبية التي تقول بأنه الحياد لكل الأديان، هي لم تقل الدين الإسلامي أو الحجاب الإسلامي، إنما كل الرموز الدينية. هاي الفكرة أنه مين قال أصلاً أنه الحجاب هو عبارة عن رمز ديني؟ الحجاب طريقة حياة، وإذا بتلاحظوا هو عابر لكل الثقافات، موجود بالأرجنتين، موجود بإفريقيا، موجود بالهند، موجود بروسيا، فليش حتى نحن نيجي ونأخذه ونعتبره كرمز ديني ونحمله بكل المعاني السلبية، وبعد ما نحمله بهاي المعاني نقوم ببناء قوانين وفقاً للنظرة الأوروبية اللي بتفسر الحجاب بالطريقة بدون أي حوار معنا؟ يعني أنا لما نحكي أنه الحجاب رمز ديني لازم يمنع، أنا وين كنت كأمرأة مسلمة؟ هل تم الحديث معنا؟ هل تم قلنا شو؟ هل تم سؤالنا شو هو الحجاب بالنسبة لنا أو عن شو بيعبر؟ هو أكثر من رمز ديني، هو عبارة عن هوية ثقافية. إذا بنشوف الأرقام مثلا، ما هو رأيك في منع الحجاب؟ استطلاع لصارح مركز برلين لعلوم البحوث الاجتماعية، 61% مع منع ارتداء الحجاب في المدارس العامة، 58% مع منع ارتداء الحجاب للموظفات العاملات في قطاعات الخدمة العامة، 56% مع منع ارتداء الحجاب للمربيات العاملات في مجال رعاية الأطفال، 53% مع منع ارتداء الحجاب للفتيات تحت سن 14، و 23% ضد منع ارتداء الحجاب. يعني أرقام محبطة ولكن غير مفاجئة، لأنه أنت ما عم تجي تدخل بهذا النقاش ويعني وفق صفحة بيضاء، لا، أنت أول شيء في بروباغاندا كتير كتير سلبية تجاه الحجاب، بعدين تجي بتسأل الناس شو رأيكم بالحجاب، فأكيد حيرفضوا. انضم إلينا، سعيد أن ينضم إلينا أيضا من الحزب المسيحي الديمقراطي مرشح هنا في برلين كيفن كراتش، أهلا وسهلا بك، دغري لنفوت بالنقاش ردك عليا. بكل سرور، شكرا على دعوتي. أنا بشكل عام أرى أن كل من يعيش في ألمانيا من حقه أن يعيش ويعبر عن نفسه كما يريد، واللباس جزء من ذلك، من تريد أن ترتدي حجاب من حقها أن تفعل ذلك، كذلك إذا امرأة أرادت أن ترتدي تنورة قصيرة أو قميص مفتوح إلى آخره فهذا من حقها، وأنا أترك هذا الأمر لكل فرد. وأيضا لا بأس بما أن المرأة من حقها أن لا ترتدي حجاب، من حقها أيضا أن ترتدي حجاب، المرأة هي من تقرر، الشخص الفرد كفرد يقرر. إذن القانون الذي تحدثنا عنه من المحكمة الأوروبية تعارضه أيضا؟ قانون الحياد أيضا مطبق هنا في برلين. أنا مع الحرية الشخصية لكل فرد، كل فرد يقرر ما الذي يريد أن يلبسه، والدولة لا يجب أن تتدخل في هذا الأمر. شكرا ديما. أنا أمثل 61% الذين يرفضون ارتداء الحجاب في المؤسسات الرسمية، والسبب هو أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون فقط اكسسوار ولكنه يعبر عن موقف ديني، ونحن نفصل بين الدين والدولة، يعني لدينا دولة علمانية إلى حد ما، وهذا يعني أننا لا نريد أن يكون لدينا رموز دينية في المؤسسات الحكومية. أعرف أنه في ولاية بافاريا هناك صلبان في بعض المدارس، ولكن أرفض ذلك حتى هناك. شو بدي أحكي بعد؟ أنه 34 سنة هون بدو يعني مثل أنا تحجبت فريفيلي. هو اللي هلأ عم يعملني eigentlich irgendwie versuchen zu zwingen dadurch, dass mir die Wege sperrt, أتعلم أو روح على أشتغل مثلا، يمكن لو أنا بخلص السوشيال أبيت بدي أشتغل بالجوغنتام، das ist ja eine Katastrophe، وإحنا محجب بالجوغنتام، wie soll das gehen, ne؟ بس اللي بدي أقول له إياه أنه genau das ist es. هيدي هو اللي
اللي عم يوقف بالانتغراسيون، هذا هو اللي عم بيكون لنا حاجز لنا. genau diese Einstellung, genau diese Einstellung. شو بده ينا يعني نعمل putzen؟ Das geht an Schulen putzen geht, aber اوقف قدام ودرس لا ما بيمشي الحال. بس التنظيف ايه، بس اني كون عم نظف المدارس بيمشي الحال. انا كنت درست بمدارس ناخذ هو ما قال هذا الامر ناخذ هو لم يقل هذا الامر. نعم يعني متاسف على النقاش بمستوى متدني متسارعين عن الـ عن الـ das man das trennt Religion und Staat. بس اني انا اروح على مدرسه ونظف بالمدرسه بالحجاب بيقبله هو، بس اني اوقف قدام الطالب ودرس هيدا بيرفضه هو. شو بنعمل نحن يعني اذا انا ما بدي اتخلى عن ماني ايدنتيتيت شو بعمل؟ ضلني بالبيت يعني هو بينبسط انتجراسيون فونكسيونيت ثاني مش مير. بس ما هيدا هو اللي بدهن اياه، ما هيدا هو الحمله الديزهتس اللي صارت التحريض، هيدا هن اللي بدهن اياه. Also was mich sehr stört, ich habe das auch vorhin schon einmal ما يزعجني ولاحظته في النقاش قبل قليل، لا يجب أن نخوض النقاش إذا كان مسموح ارتداء الحجاب أو لا، شعره أخضر أو أصفر أو امرأة ترتدي تنورة قصيرة، كل شخص له الحرية فيما يريد. يجب أن تتعايش الثقافات مع بعضها، أن يكون لكل شخص نفس الفرص ويكون قادرا على الاندماج. ودور المرأة مهم بطبيعة الحال. مسموح أن نقول أن المرأة التي لا ترتدي الحجاب أو لا تريد أن ترتدي الحجاب أن لا تفعل ذلك. وأما دمغ الناس بصفات معينة ويقول أن هناك اعتداء على المرأة إن ارتدت حجاب هي مظلومة، ولكن أنا أعرف عائلات كثيرة المرأة لا ترتدي حجاب وهي مظلومة داخل العائلة رغم ذلك. أما بالنسبة للعمل السياسي، نحن نتمنى في كل الأحزاب وفي حزبنا الاتحاد المسيحي الديمقراطي أن تنشط الناس، أن يأتي الناس إلينا ويعملوا معنا حتى لو كانوا لاجئين. لدينا أيضا الكثير من اللاجئين الذين يعملون معنا. ولكن إذا تحدثنا بالأرقام والحقائق كما رأينا، أعتقد كانت نسبة منخفضة جدا جدا في الحزب المسيحي الديمقراطي من أصول مهاجرة أو أجنبية في الحزب ممثلة في البرلمان. نحن نأسف لذلك، ولكننا الحزب مرشحنا أمين لاشيت لديه سيدة تركية في وزارته و لكن 2.9 يعني ما زالت رغم كل هذا هي 2.9. لذلك عندما كنت تتحدث وتقول أهمية التنوع والتعددية وتقبل الآخر، يعني من يستمع إليك يظن بأن الرقم ليس 2.9 ولكن أعلى. إذن الحديث شيء والعمل على أرض الواقع، ماذا تفعل أنت شخصيا على أرض الواقع لحتى الإحصاءات تعبر طبعا ليس عن عدد الناس الذين يؤيدون حزبنا من المهاجرين أو اللاجئين. نحن لدينا هيكلية تتيح للأجانب أن يشاركوا في العمل السياسي. شكرا للتوضيح. هناك أيضا المزيد من الأصوات، تفضلي. إذا تريدين المشاركة تفضلي. شو حابة تقولي؟ أنا حابة أحيي أمل إن هي ما خفتش رغم التهديدات واستمرت، ودي هي أدت دورها كمثل أعلى لعرب كتير إن هم يندمجوا أكتر في المجتمع وإن هم ليهم حقوق برغم الطريق الصعب لإندماج كأن الشخص ماشي على الجمر. الإندماج والبقاء في المجتمع ده صعب جدا. أنا بقول ده عن تجربة شخصية. شو هي؟ ليه عم تقولي صعب جدا وطالعة من قلبك؟ لأن أنا اتعلمت اللغة بمستوى عالي جدا، إن أنا بتكلم مع زمايلي في العمل ألمان وبشتغل في الشركات الألمانية أكتر من 5 سنين، وبرغم من ذلك بتعرض للعنصرية باستمرار، بتعرض للأذى كأنه نوع من التعذيب النفسي باستمرار. شو معناتها؟ شو بتتعرض إيه؟ شو بيصير يعني معي؟ مثلا على سبيل المثال أنا في مكان عملي السابق كنت ناجحة جدا في شغلي وبقدم لايسن كويسة جدا، وجاء واحد من زمايلي ألماني راح جاء قال was denkst du willst du mein Chefin werden du bist du gehörst هل تريد أن تصبحي أنت رئيسة عملي؟ أنت ليست ألمانية، ليس لديك عائلة هنا، ولن تنجحي. ماذا تظنين؟ هل تظني أنك حظك كبير؟
لن نسمح بأن تكون هناك شجرة غريبة بيننا. اشتكيتي في جهات مختلفة تشتكين لها في قانون يحارب العنصرية في مجالات مختلفة، قمت باستعمال هذه الأدوات المتوفرة؟ القانون اللي بيحارب العنصرية هو قانون موجود في الدستور الألماني، أنا كواحدة بتعرف ألماني قدرت أقرأ، لكن إيه هي عقوبة العنصرية؟ كل الناس اللي تعرضت للعنصرية ولجأت للقضاء كل اللي حصل قدرت تحصل عليه هو بس التعويض، وفي أثناء الحصول على التعويض خسروا شغلهم، خسروا سمعتهم، خسروا أعصابهم، وابتدوا إن هم شو بيعمل هيدا فيكي؟ أنا بيأذيني، لأن أنا لما رحت الرب العمل وقلت له اللي حصل معايا ابتدوا يضغطوا عليا علشان أستمر في العمل، لأن أنا شغلي مع زميلي الألماني بيجيب فلوس كتير جداً للشركة دي، فبدلوا يضغطوا عليا أن أنا أفضل أشتغل معاه. أنا حاولت لكن هو استمر بتخريب شغلي وتسويق شكلي وابتدى أن هو يهاجبني. شو صوتك اليوم؟ شو اللي بدك تقوليه؟ اللي أنا عايزة أقوله صرختك هي شو هي؟ شاوت أوت لإلك شو هي؟ اللي أنا عايزة أقوله أن هو إذا كنت أنا قدرت أن أنا أتغلب عليه وأكمل طريقي في الاندماج لازم يكون في نظام يقدر يدعم الناس التانيين اللي هم عايزين يندمجوا بس مش بنفس القوة دي، اللي هم ممكن فعلا يحصل لهم تروماتيزيرونج بسبب مشاكل زي دوت، وهو حصل لي أنا فعلا بس أنا استمريت، بس في ناس كتير بيتحطموا. شكرا لمشاركتك تجربتك وكل التوفيق لك طبعا. شكرا. تفضل. Okay, also ich würde lieber auf Deutsch sprechen, wenn das okay يعني ist. أفضل أن أتحدث باللغة الألمانية. أريد أن أتحدث عن موضوع الاندماج بصراحة. مضحك أن نتحدث عن الاندماج هنا. لماذا؟ Also meine Frau ist Deutsche. زوجتي ألمانية ولكنها نصف كورية، ورغم ذلك تسأل أنت تتكلمين تتحدثين الألمانية بطلاقة، وهذا أمر غريب رغم أن والدها ألماني، ولدت هي في ألمانيا ولا تتقن الكوريانية أصلا، والكل يقول رائع تتحدثين الألمانية بطلاقة. هذا أولا. ثانيا عندي سؤال لك، البعض يشعر بأنها عنصرية والبعض الآخر يقول بأنها مجاملة موجودة، يعني هذا في نقاش. يعني سأجد هذا غريب إذا كنت أنا مصري ويسألني واو أنت تتكلم المصرية أو العربية بطلاقة، هذا أمر غريب. أنا نفسي عايشت حدث في نادي هنا، نادي ليلي، سألني من أين أنت، فقلت له أنا أحمل الجنسية الألمانية، وحتى الآن لا أستطيع أن أقول أنا ألماني، أقول أنا مصري أو من أصول مصرية. إذا قلت أنا ألماني فأنا شعوري أني لا أعامل 100% كألماني، أقول أنا أصلي مصري، أنا من مصر، أنا لا أستطيع أن أقول أنا مصري لأن كان علي أن أتخلى عن جنسيتي المصرية. بس ليه ما بتقول أنا ألماني؟ لأن لدي شعور بأني ما زلت أجنبي أعامل بشكل آخر. مين المسؤول عن هذا الأمر أنك تشعر هذا وهذا شعورك؟ نايا أزو فين اشتان مانشمال ده ليه حابب تحكي ألماني ممكن تحكي عربي؟ فايس نيش يعني ساعات ما بقى مثلا في الشارع ولو قلت مثلا أنا ألماني زيني شوي أنا لا أبدو شكلي ليس ألمانيا، ممكن تبقى اللكنة مش ألمانية 100% أو إحساسي نفسي إن أنا هل أنا في بلدي هنا ألمانيا، أنا ما أقدرش أقول إن أنا إحساسي إن أنا هنا بس في ألمانيا. بس أنا حابب أعرف شغلي، يعني أنت تشعر في هذا الأمر، ليه ما بتقول أنا ألماني؟ لأنه أنت اليوم تحمل الجنسية الألمانية، ومن يحمل الجنسية الألمانية هو مواطن ألماني لديه كامل الحقوق والواجبات مثل أي شخص ومواطن آخر. هل هذا هو شعورك؟ شعوري داخلي. أنت شعور داخلي ممكن ما أقولش. طب ليه قدمت تأخذ الجنسية الألمانية إن لم تشعر بأنك ألماني؟ لأن أولاً أنت كألماني هنا بيبقى لك حقوق أكتر منها الانتخابات مثلاً، عندك حقوق أكتر. أنا مثلاً كنت طالب، لو أنا ما كنتش ألماني أو أي شيء ما كنتش أقدر أخذ البافج اللي هو مساعدات الطلبة. يعني أنت كألماني ليك بريفليج كتيرة جداً طبعاً، غير السفر بسهولة أكتر من أن تكون معك الباسبور المصري. وطبعاً كانت مشكلة كبيرة جداً حتى لما أنا تنزلت عن الباسبور المصري، إن أنا لما أخذت الجنسية الألمانية كان لازم أتنازل عن الجنسية الأم، وده موضوع تاني. بس هويتك اليوم شو هي؟ الإيدنتيتيت، زوغهوريكايت، الانتماء، شو هي؟ مصري، ما أقدرش أقول أنا ألماني.
ذو شعور داخلي ان انت اولا مش بتتعامل كالماني، ثانيا مثلا لما بكتب السي في بتاعي بكتب مثلا فوق Staatsangehörigkeit Deutsch، aber trotzdem wurde ich dann immer am Telefon gefragt، ja okay wo kommen Sie her، also verstehen Sie was ich meine، المفروض ما يسألش السؤال ده خلاص، هو مكتوب فوق Deutsch Deutsch ist es egal انت جاي منين، في او قبل الدويتش جاي منين، لو احنا نتكلم بقى خلاص انت بالالماني 100%. عفوا على المقاطعه، ولكن ربما البعض من يشاهدنا الان يقول بانك اخذت البعض الأمور التي تستفيد منها من الجنسية الألمانية، وهي الأمور البيروقراطية، ولكن انتماءً للبلد واندماجاً للبلد تقول بأنك لا تشعر بها. صحيح. ربما هذا ما ينتقده البعض، يقول أنه يأتي إلى ألمانيا يأخذ ما يستفيد منه، ولكن الأمور الاندماج والهوية والانتماء لا يقوم بها. طيب ماشي، اسألني أنت الأول، ما تسألنيش أنت الأول أنت جاي منين قبل ما تكون ألماني، وخلاص أقول لك أنا ألماني 100%. بس لما تيجي تقول لي أيوة أنت ألماني بس قبليها أنت منين، خلاص يبقى أنت كده مش بتعاملني كألماني ما دام تسألني أنت منين. يعني مثلا لو هو ألماني مش هقول له مثلا الجد طيب منين، فاهم قصدي؟ يبقى خلاص أنت ألماني. شكرا فاتش. شكرا لك، تفضلي باختصار. سليم، أنا درست طب أسنان في تونس، جيت على ألمانيا، يعني تزوجت وجيت على ألمانيا، كنت حابة نكون عنصر فعال في المجتمع الألماني. إلى حد الآن حاسة بلي أنا مش عنصر فعال، أحكي اللغة الألمانية معناها بيرفكت، أحكي فرنسي، أحكي إنجليزي، أحكي عربي. المشكلة كانت في المعادلة، كانوا سلبوني حقي في الشغل، وإلى حد الآن يعني أنا. من سلبك حقك في الشغل؟ وزارة الصحة، عشان لازم تعملي الأناكانون، الاعتراف بالشهادة لطب الأسنان. صح، هي في سنتين يعطيها لأي طبيب معناها جاي من خارج ألمانيا يشتغل بهم وبعدين يعمل المعادلة. في السنتين هذوما أنا بديت نشتغل نصف وقت، وكنت يعني وصرت حامل في قانون هو بشفتي جونغ فيربوت فيجن شفانغا شفت. أنا ما كنتش كنت جديدة في ألمانيا وما كنتش أعرف إني لازم نوقف السنتين. شو اللي بدك تقولي اليوم؟ بدي أشتغل. أنا انسلبت حقي حتى في السنتين هذوما، يعني أنا قاعدة أشتغل على موضوع المعادلة ورفضوه مرتين، قالوا في نقص في المواد. اشتغلت على حالي، أنا تعديت بالفحص، ما نجحت في الفحص. بس أنا عندي سؤال هون، هل يعني هذا يجري على كل الطلاب والطالبات بغض النظر من أي بلد بيجوا؟ ليه قانون متبع عليك أنه تعديله؟ ليه حاسك معتبريته كأنه هو شخصي؟ أي أنا بعتبره شخصي، لأني أنا يعني الجريمة اللي ارتكبتها أني جبت ابن ألماني للمجتمع الألماني. يعني في زملاء رجال يشتغلوا بالبروفس إيرلاوبنس وعملوا لهم فريلانجرون في البروفس إيرلاوبنس. أنا إشهب نور تسباي موناتا تايل سايت كي أغبايتت ويشاب اسنيش تغيش سايتش كشتوبت، عفوا أنا بحكي ألماني. يعني أنا ما وقفت، هو تمييز ضدك لأنك امرأة مش لأنك من أصول مهاجرة. أنا حسيته هيك، يعني أنا راح نروح للانتخابات، بس كيف بدي أنا أشارك وكون عضو في حزب إذا كان أنا ما نجمتش تحصلي على اللي بدك إياه يعني. العمل يعني حقي هذا. شكرا شكرا لمشاركتك، وأيضا شكرا لك طارق لوجودك معنا، وأيضا شكرا لك أمل لوجودكم معنا اليوم في الحلقة. ننتقل الآن لنتعرف على تجربة عائلة عراقية وصلت إلى هنا وواجهت تحديات مختلفة. اسمي عدي من العراق، بغداد، مواليد 1980. جيت على ألمانيا 2016 شهر الثاني، هاي السنة السادسة احنا بالهايمات. زين، زوجتي صار لها سنتين جت على ألمانيا ونفس الوضع. زين، ما جاي نلقي شغلة سكن. المشكلة الأساسية هنا نحن السكن. أولاً الغرفة صغيرة، يعني هاي المرحلة الأولى. اثنين، كل اللي قلت لك يعني خارجيات عندنا، مطبخ، الحمام، تواليت، كلها خارجي. كمرأة مسلمة لازم حجاب كامل، شيء كامل، إن أروح للتواليت أو للحمام أو مطبخ. إذا مصيرنا ما نعرفه، يعني مستقبلنا مجهول، ما نعرف إحنا حيبقونا لو حيرجعونا أو وين يودونا.
كنت معتقل بالعراق وعندي آثار تعذيب وعندي كتب مال اعتقال، فقدمتها للمحكمة على ضوء هذا الشيء انطوني. أنا ما عم أشتغل بسبب يعني بسبب مشاكل عندي بظهري، عندي فقرتين يعني الرابعة والخامسة، وعندي كتوفي اثنينات عندي خلع بيهن، وعندي هاي رجلي هم عندي بيها مشكلة. أقدم على الشركة يجيني ثاني يوم لو ثالث يوم والله هذا السكن تأجر، هذا مو سمسرة مستحيل تحصل لك بيت هنا بالذات ببرلين، يعني مشوش بانك مشوش ما مرتاح نفسيا، ما تعرف انت ايش قد راح تظل هنا، ما تعرف انت ايش قد قاعده هنا، ما تعرف ايش وقت تنحل هاي الامور بان تقعد ببيت. واحنا هذا طبعا احنا هاي هذا الموضوع احنا الشباب دا نقول يعني شو المستحيل، يعني راح نضل قاعدين احنا بالهاي مات. شو بتحلمي حاليا؟ بس بيت استقر بيه انا واولادي. إذن تعرفنا على قصة عدي وعائلته، وعدي الآن أنت موجود معنا هنا. عندما كنت أشاهد التقرير تسألت لماذا حتى الآن لم تجد عمل، لم تتعلم اللغة، موجود منذ سنوات هنا في ألمانيا، وهذا سؤال موجود اليوم في المجتمع الألماني بعد سنوات، لماذا البعض لا يتعلم اللغة؟ أول الأسباب هي السكن، السكن مشترك، إحنا اللي صار السنة السادسة يعني بيها يعني سكننا مشترك، يعني ما تقدر تروح الحمام، ما تقدر تروح للمطبخ، ما تقدر يعني مقيدين بكل شيء. زين يعني احنا غرفة. لماذا لم تجد سكن اخر او سكن خارج ملجأ اللجوء؟ هاي معروفة كل برلين، يعني مستحيل تحصل سكن هنا اذا ما تدفع سمسارة، اللي هي احنا نسميها تدفع فلوس للسمسار. فهذا كيف عم بيأثر عليك انك تكون داخل؟ ما يعني ما حد عنده، ما انا بالنسبه لي ما عندي امكان ادفع شيء 5000 او 6000 يورو حتى دا اقعد بسكن شيء. يعني احنا ردنا غرفه كبيره، يعني بيت كبير مو مال. بس في بعض امثله عمليه اخرى، عائلات يجدون عمل، يجدون مكان للسكن، صح. يتحدثون اللغه، يشاركون في الحياه. وهنا يتساءل البعض لماذا عند البعض بيمشي الحال والبعض الآخر ما بيمشي الحال؟ طبعاً ما ممكن مقارنة، كل شخص عنده حالة خاصة، بس هذا فعلاً أنا حابب أعرفه، وين الصعوبة؟ لأن الإمكانيات متوفرة. هاي جزء 1 أو 2% تلقيها عن طريق معارف، يعني يعرف ألماني أو مثلاً وسيط، بس غير ما في أرقام 2 أو 1%. يعني أنا كتجربة من كتجربة عندها. يعني أنا الشيء جاي أشوف، يعني أنا واحد من أصدقائي ما لقى سكن إلا عن طريق واحد عرف. طب اليوم بعد وجودك سنوات بألمانيا إلى أين أنت؟ ما أعرف، أنا أريد أعرف مصيري. أنا هاي السنة السادسة قاعد هسه، اليوم جاني أنا مقدم على سكن البارحة، اليوم جاني قال لي تأجر، موجود هيات عندي بالإيميل موجود. زين وهاي صار لي هاي السنة الخامسة أقدم وتجيني نفس الشيء، يعني يقول لي بعد يومين أو ثلاثة يقول لي والله يا أما تأجر يا أما اللغة، نفس الشيء. قبلها أنا مقدم إحدى الشركات الألمانية، قدمت كل أوراقي، رحت قعدت يومهم قدمت كل أوراقي، قال لي خلال سنة لازم نلقي لك بيت، خلال سنة انطيت رقم التليفون وانطيت الإيميل مالتي، وهاي صار السنة الرابعة ما أجاني أي رد. لكن البعض ينتقد أيضا أنك لا تعمل، لم تجد منزل، لا تحت، يعني ما تعلمت اللغة، بس أيضا لا تعمل. عمل أول الأسباب اللغة، ثاني أسباب أنا عندي مشاكل يعني بالمفاصل، عندي الفقرتين وعندي كتوفي، يعني ما أقدر سلام. متأذي الله يسلمك، يعني شيء تقريبا شيء سنة ونص أنا هنا علاجات، وهي الله قدرت أمشي على رجلي. طب هل من خلال كل هذا بتشوف نفسك جزء من المجتمع، تعيش أنك جزء من هذا المجتمع، لديك مستقبل هنا في هذا البلد، أولادك، حياتك؟ لا يعني هسه حتى الأولاد قاموا تتراجع دراستهم، يعني كانوا هنا من أول ما جو متحمسين تعلموا اللغة، بس من شافوا الأمور للأسوأ وراحوا أكثر من مرة ويا أمهم على الدوائر الحكومية هنا وشافوا تعاملهم يعني حاد وياهم، تراجعت أمورهم كلها. شو المطلب اليوم اللي عندك إياه؟ والله أريد يعني أنا أريد حالي حال الناس، يعني أقعد بسكن أقدر أشتغل، أقدر أتعلم اللغة، أنا مو قاعد بمكان الحمام إذا أريد أروح له لازم ألبس كل تجهيزاتي حتى أروح الحمام. زين طفلة عندي، طفلة إذا تريد تطلع بغرفة صغيرة، شفت الغرفة هي 36 متر، ما تقدر تطلع خارج الغرفة يعني مقيدة. شكراً عدي لوجودك معنا ومشاركتك تجربتنا.
ماذا تفعلون كحزب مسيحي ديمقراطي من أجل أن تتغير حالة مثلاً عدي؟ علينا أن نقول بشكل واضح، علينا أن نعمل بشكل سريع، أن نعترف بالمهن. إذا كان شخص لديه مهنة، لديه شهادات، أن نتيح له بسرعة أن يعمل وأن يتخطى كل الحواجز البيروقراطية. مهم جدا أيضا عندما أرى هذا المثال أن نشجع الناس على تعلم اللغة. هناك منظمات كثيرة في برلين تساعد على ذلك. لدينا منظمة كاريتاس أو يونيتا وغيرها توفر المساعدة للناس لتعلم اللغة أو إيجاد سكن. سعيد أن تنضم إلينا الآن نرجس الرحماني، ألمانية تونسية، هكذا تعرفين عن نفسك. أنت مدربة في مجال دمج وتأهيل اللاجئين في سوق العمل. أهلا وسهلا بك. مرحبا. أيضاً أن ينضم إلينا الآن ثابت عزاوي، لجأ إلى ألمانيا في عام 2015 بعد أن غادر سوريا أثناء دراسة الطب، واليوم أنهى دراسته وأصبح طبيب ومواطن ألماني يشارك أيضاً في الحياة السياسية وينتخب لأول مرة. أهلاً وسهلاً بك. نرجس، ردك على كيفن. مسألة الاندماج مسألة كبيرة جدا ومهمة جدا، وفي مشاكل كتير منها الإقامة. أنتم بتطلبون من المهاجرين واللاجئين خاصة الاندماج، وهم ليس لهم استقرار نفسي، هم جايين من بلد في حرب وبيجوا لهون ما في أمن، ما في أمن للبحث على البيوت. بحث البيوت مثل ما حكت العائلة مو سهل بالمرة ببرلين. ليش؟ لأنه كله بالهايمات، كله بالهايمات. لازم تسمسرة، في عنصرية بالشركات الألمانية، في عنصرية لأنه في تفريق بين الاسم واللون البشرة، ما في كمان أمان في حق الشغل. في ناس كثيرة عندها دولدونغ وإلا الكلاش كشتاتونغ أفنتهاز كشتاتونغ، وما بيسمح لهم الشغل خمس سنين وأكثر. كيفن، ردك. التمييز أمر مرفوض تماما، لا على أساس يعني الجنسية أو أي شيء آخر. في برلين هناك صعوبة في إيجاد سكن، هذا أمر لا يطال فقط اللاجئين أو الأجانب، إنما هذا هي سوق السكن في هذه المدن. نعم، للألمان أيضا. الكثير من الناس الذين لا يتقاضون رواتب عالية لديهم مشكلة في ذلك بالفعل، ولكن هناك أيضا منظمات تساعد اللاجئين. اللاجئون ليس متروكين لشأنهم، إنما هناك من يوفر لهم المساعدة، يقف إلى جانبهم، يأخذ بيدهم. لا أريد أن أقول أنه لا يوجد مشاكل، ولكن هناك بالفعل صعوبات لإيجاد سكن في المدن. أريد أن يشارك أيضا بعد ما استمعت الآراء لكم، يشارك الجمهور معنا بتصويت آخر اليوم. هل تقوم الحكومة الألمانية بما فيه الكفاية لدمج الجالية العربية في ألمانيا؟ والعد التنازلي يبدأ الآن. إذن طبعاً متابعينا بإمكانكم أن تشاركوا معنا أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي، والجواب هو من خلال الجمهور المشارك معنا في جعفر توك هنا في هذه الحلقة الخاصة من برلين. الأكثرية 79% يقولون لا، وطبعاً يعبر فقط عن الجمهور الموجود هنا وليس يعني منا إحصائية علمية. ثابت، برأيك لما لا؟ لا، لأن الحكومة الألمانية لا تعرف الاندماج بشكل صحيح. يتم تعريف الاندماج غالباً بصور نمطية كشرب البيرة وأكل النقانق على سبيل المثال. يتم إغلاق العين اليمنى عن اليمين المتطرف، ويتم دائماً كسر الخطوط الحمراء. كما أنا أتي من دريسدن،
في دريسدن حصل ما حصل في كيمنيتس في منذ 3 سنوات في سبتمبر أيضا تم تخطي خط أحمر من اليمين المتطرف، تم ملاحقة الناس في الشوارع، ولكن الحكومة لم تقم بدورها كجهة مسؤولة عن ممارسة القوة، الجهة الوحيدة المسؤولة عن ممارسة القوة تجاه اليمين المتطرف، القانون. بعد كسر هذه الحواجز من الصعب أن يستطيع الإنسان العادي الذي يتعرض لكثير من الضغوط والذي أتى من مناطق حروب يحمل كثير من المشاكل باجج، من الصعب أن يشعر بالإمكانية للاندماج، خصوصا في ظل خطاب الكراهية الذي ينتشر بدون رادع. أوكي رينيه ردك؟ أنا لا أستطيع سوى أن أقول يبدو لنا بشكل واضح أن هذه المشاكل التي خلقت لا حل لها، علينا أن نسأل عن سبب فشل الاندماج، وهو السبب هو سياسة الاندماج الخاطئة. كل الناس تريد أن تأتي من كل العالم إلى ألمانيا وهناك مسعى لدمجها، ولكن هذا أمر لن ينجح، ولذلك نحن نرفض سياسة الاندماج القائمة. هناك حلول إنسانية رغم أن مصيركم يعني يؤلمني. ولكن هذا حق. نحن نختلف، لا نستطيع الاختلاف على حقوق الإنسان. عندما نختلف على حقوق الإنسان، حق اللجوء هو حق إنسان. عندما نختلف على حقوق الإنسان، إذن أرضيتنا المشتركة قد تدمرت. هذا لا يعني أننا نستطيع أن نكون على نفس الأرضية. وكذلك يقول الدستور الألماني في المادة الأولى كرامة الإنسان لا مساس بها. عندما لا تؤمن بهذا الكلام، إذن نحن لا نستطيع أن نصل إلى حل مشترك. وأقول هذا الكلام الآن كألماني. إذا سمحت لي أن أجيب مباشرة، نحن نؤكد على حق اللجوء كما هو موجود في الدستور الألماني، اللجوء لمن هم ملاحقون سياسيا. أما ما نريد أن نغيره هو حل مشاكل لا علاقة لها بالملاحقة السياسية. نريد حل هذه المشاكل في بلاد الناس وليس هنا. نقول الاندماج هو شرب البيرة وأكل النقانق، يعني أعتقد وكأن هناك فقط في ألمانيا يعني كراهية وخطاب كراهية. أقول لا، هذا غير صحيح، لا سيما معظم الأحزاب السياسية وحزبنا بالتحديد. في وقت قصير استطعنا أن نساعد كثير من الناس الذين كانوا بحاجة لها. نحن قدمنا دعم إنساني بشكل كبير، وفي المرحلة الأولى كان لدينا مشاكل كبيرة وهذا أمر طبيعي. كان علينا أن نجد سكن لمن أتى إلينا، أن نوفر لهم الرعاية وما إلى ذلك، وعلينا أن نقول بصراحة كان هناك مشاكل وعلينا أن نصحح الأخطاء، ولكن ليس علينا أن نقول أن الأمر سيئاً بالنسبة للساسة الألمان. نحن نفعل الكثير والمطلوب كثير جداً، ولذلك نحن نبذل جهد كبير. كان تحدي كبير لألمانيا وللمجتمع الألماني، وثابت أنت من الأشخاص الذين وصلوا كلاجئ في عام 2015، واليوم ترى بأنك تقول بأن أنا مواطن ألماني. لماذا وكيف رفقناك في دريسدن؟ أنا ثابت عزاوي، عمري 31 سنة، من دير الزور من سوريا. التغيير الأساسي والمهم اللي صار هو أني صرت أقدر أكون أنا جزء من الحياة السياسية بشكل فعال، وهي الانتخابات. صدمني لما جيت على دريسدن بالتحديد هو مظاهرات اليمين المتطرف. ما كنت متوقع انه يقدروا ياخذوا قلب المدينة بشعارات معادية لحقوق الإنسان. حتى Genau, da steht es aus Kommentar. Also.
احنا نروح ونعزف معاهم نغني ويتعلموا منا. طيب هم ما حياتهم شافوا اجنبي، لكن هذا وعندهم خوف منه، لكن لما التقوا باول اجنبي ممكن بحياتهم اكتشفوا انه الصوره مو صحيحه ابدا. انا بالنسبه لي الاندماج هو قيم المجتمع بالدرجه الاولى، قيم المساواه والحريه والديمقراطيه، مو محاوله انه شخص يصير صوره عن الاخر اللي صار هو في بلده، صوره عن الالماني. لا، المهم انه واحد يتمثل هاي القيم ويجيب مع ثقافته، يجيب مع ميزات بلده ويضيف للمجتمع، هذا هو الاندماج. راح تكون هاي اول تجربه مشاركه بالديمقراطيه. انا عشت طول حياتي بالديكتاتوريه بسوريا، عند النظام السوري. واحد يحس انه قادر يغير بالبلد. إذن تعرفنا عليك ثابت، وفي التقرير قلت أنت ألماني، اليوم تريد أن تنتخب. ما الفارق بالنسبة لك أن تنتخب الآن والانتخابات الماضية ما كان فيك تنتخب؟ انتخاب هو قد يكون الهدف الوحيد أو الميزة الوحيدة بشكل صريح لحصول على الجنسية الألمانية، إضافة إلى حرية السفر. لكن إن حصلت على الجنسية هذا لم يغير في حياتي شيء، أما لأقول ذلك بصراحة. أن أنتخب هذا يعطي صوتي قيمة، لأنني كنت في خلال السنوات الست الماضية أقاوم اليمين المتطرف من خلال فرقتي الموسيقية باند كوميونالة، شفناها في التقرير تماما. والآن أصبح لدي وسيلة أخرى وهي صوتي لأعبر لكي أقدم على أمل التغيير. وقلت أنك متأكد أنك لن تنتخب حزب البديل من أجل ألمانيا، لماذا؟ لأنه حزب عنصري، لأنه حزب لا يشاركني قيمي الأخلاقية وقيمي السياسية، ولا نتشارك في قاعدة مشتركة بما يتعلق بحقوق الإنسان. حزب يدعم اليمين، يدعم الجهات التي تحتفل بالقتل في دريسدن، وهذا ما رأيناه في مقتل فاتا لوبكا. احتفلوا في دريسدن جهات لا تنأى بنفسها عن يمين متطرف عن النازيين الجدد، بعض منهم تنفصلهم، لكن لا أنتخب حزب يقف مع النازيين. هذا ما تقوله، هذا رأيك، ما هو رأيك على كلامه؟ قلت قبل قليل أنتم تبسطون الأمور، أنتم توصفون الناس بأنهم نازيين أو يمينيين، وبالتالي لا تفكروا بالأمور. أرجوك أن لا تتكلم هراء هنا، وأن تتعرف أكثر وتطلع أكثر على مواقفنا بخصوص حقوق الإنسان. انظر إلى برنامجنا، نحن نعبر عن التزامنا بحقوق الإنسان، وسياسة اللجوء هي ليست إنسانية في الحقيقة، هناك حلول أفضل. أنا لا أريد أن أنأى بنفسي عن أي أحد. أنا لا أقول أنك أنت أجنبي، لا قيمة لك، أقول أنت ألماني، أنت طبيب، أهلا وسهلا بك في مجتمعنا. توقف عن إلصاق صفات بالناس، هذا لا يحل مشكلة في بلدنا. حزبكم لا يرحب بي ابدا. طبيبي كردي من العراق، هو جيد، انا احبه، يقوم بعمل جيد. ولكن كيف تستطيع تقييم الناس؟ bauen sie ihre vorurteile الناس طبقات. bauen sie ihre vorurteile ab. wenn ihre fraktion عندما يقول رئيس كتله حزبكم في البرلمان الالماني مصطلحات معينه، فلا غرابه بأن يعني يوصف حزبكم بهذه الصفات. يمكنكم أن تقولوا أن هناك بعض السياسات الخاطئة، ولكن ابتعدوا عن هذا الخطاب. برلين مدينة جذابة، ونحن نحب هذه المدينة لأنها متعددة، لأن لدينا ناس من جهات مختلفة من دول مختلفة. أنا حضرت بالبوندستاغ ببرنامج الإي بي إس للدول العربية، وسمعت بهاي الجملة بالضبط: ميغراسيون زاي متدا بروبليما. وهاي كانت يعني منشورة بالتلفاز، وكل الناس هاجموا هاي الجملة. يعني كيف ما تقولوا لي أنتم ما عندكم تمييز وأنتم بتحكوا بهاي اللغة؟ بالسؤال الأخير يلي حابب أعرفه، ما الذي يجب أن يتغير حتى نسأل في المرة المقبلة إذا كانت الجالية العربية تلعب دوراً في الحياة السياسية ولديها تأثير وهي مندمجة،
ويكون الجواب نعم وليس كما كان اليوم في الحلقة وهو لا. في كتير نقاط، أهم شيء أنه نراقب التمييز، التمييز في البحث عن عمل والبحث عن البيت والعنف، العنف المسيس، البوليس بألمانيا يستعمل العنف ضد المهاجرين، ليش ما منشوف الألمان ينضربوا من البوليس؟ هاي السلطة التنفيذية من المفروض نعم، ما في أرقام أو إحصائيات عن هذا الأمر. في أمثلة، في أمثلة من أصحابي ومن اللاجئين اللي أنا دربتهم. أول شيء، ثاني شيء، لازم عدالة اجتماعية ولازم عدالة في الإقامة. لازم هاي الأولاد اللي بياخدوا إقامة وأوليائهم بياخدوا بس حماية وألا ترحيل، كيف أنتم تحبوهم يندمجوا؟ ثاني شيء، ثالث شيء، في كتير ناس ما عندهم لا إقامة ولا حق الشغل ولا شيء. بالأخير نشوف المشاكل الاجتماعية، المخدرات، السرقة، القتل، العنف، وكتير كتير كتير. يبقى أعطوهم الإقامة ويشتغلوا ويدفعوا الضرائب وبهيك تحل يندمجوا في المجتمع الألماني. وثالث شيء هو الانتخاب، حق الانتخاب. ليش ما نعمل نسبة ضئيلة إنه حق الانتخاب؟ ليش ما بنعمل ورشات، برامج تلفزية نثقف ونوعي المجتمع العربي بألمانيا؟ وكمان نخلي يعني نترك السياسيين ينزل الشارع، مو بس بالانتخابات، بس على طوال السنة بيروح للتلفاز، بيروح للمدارس، بيروح للجمعيات. شكرا لك غنية شبرينجر. شو لازم يصير؟ الاندماج ليست أم المشاكل ولكن أحد المشاكل الأساسية، أمر يجب أن نفهمه. هناك مشاكل مناطقية في كل العالم، هذا ينتج عن حركات لجوء لن نستطيع أن نحلها كلها في ألمانيا. لاحظنا ما حصل بعد 2015. نعم، نحن نريد الحماية لكل من يلاحق سياسيا. نتحدث عن نسبة بسيطة من اللاجئين إلى ألمانيا. الحل في مواطن الناس. ثابت، يجب فهم الاندماج بأنه طريق للطرفين. الاندماج يعني بالنسبة لي هو أن يتم أخذ الإيجابيات من جميع المجتمعات بحيث تصبح ألمانيا بلداً للمولتي كولتوريزموس وليس لللايت كولتور. عندما يتم تقديم هذه الأطروحات، عندما يتم تقديم خطاب معادي ويدفع الناس للتراجع عن الاندماج، يشعر بأنها ليس لها مستقبل في هذا البلد، لن نصل إلى نتيجة. يجب أن يسمح بحق الانتخاب لكل من لديه إقامة، لكل من أتقن اللغة، لكل من يدفع ضرائب. شكرا لك كيفن. Ich glaube, wir müssen vorrangig erst einmal Respekt. بداية علينا أن نحترم بعضنا البعض أولا. من يعيشنا ومن يأتي إلينا، علينا أن نقبل بوجود فرقات في طريقة الحياة، في طريقة الملبس، في طريقة الحركة، ولكن علينا أن نقول معا نحن نريد أن نعيش سوية في هذا البلد، أن نحترم القوانين. وأنا أتفق معك أن من يأتي إلى هنا يجب أن يحصل على التعليم بأسرع وقت وأن يصل إلى سوق العمل. شكرا لجميع ضيوفي وضيفاتي، وأيضا شكرا للجمهور اللي كان موجود معنا، وأعتذر إذا لم يتحدث الكل. شكرا جزيلا من برلين، وطبعا ننتقل إلى عاصمة أخرى. شكرا جزيلا.